طلعنا لعند الطيرة. ما أنا وصلت بالزوة عبد الحكيم الخيواني رئيس الأمن القومي طرحوا لي متكجم بقالوا جس أنت هنا أنقذناهم الأنقاض والحمد لله الآن بصحة وعافية. الحمد لله الآن أنقذناهم من تحت الأنقاض وخرج والحمد لله الحمد لله سلامته وبإذن الله يعني الخزي والعافية. ثخان أشكال بيض جثث. قال لي زيد ذولك واحد اثنين إيراني واحد اثنين عراقيين واحد إيراني. بلغني باستهداف وزارة الدفاع قبل 3 أيام من الاستهداف. بيدخل داخل الصحن. قال لي بيدخل الآن المقدشي. يطلع عزيز بن صغير متواجد الآن داخل عملية المشتركة. إنها الحرب، ولكن أن يتمكن العدو من استهداف اجتماع سري لوزير الدفاع واجتماع سري آخر لرئيس هيئة الأركان العامة فهو ما لا يدعو مجالا للشك بوجود خلية حوثية ترصد تحركات القيادات العسكرية. بدأت أجهزة الاستخبارات العامة للجيش الوطني بإجراءات أمنية مشددة بحثا عن خيوط الخيانة. ارتكبت الميليشيات الحوثية جريمة دامية بحق المصلين في مسجد الميل شمال مدينة مارب. تم الاستهداف بصاروخ باليستي وطيارتين فخرة. بدأنا ندقق فوصلنا إلى الشخص المطلوب ورأس الخلية. كثفت الاستخبارات العامة الرقابة على الضابط المشتبه به. كانت كل تحركاته تضاعف شكوك ارتباطه بالجماعة الحوثية. لم يدم الأمر طويلا فقد رصدته أجهزة الاستخبارات أثناء التقاطه صورا لآليات عسكرية تابعة للجيش الوطني. عبر الأجهزة اللاسلكية صدرت الأوامر بإيقافه للتحقيق معه، ولأن بحوزته جهازا لاسلكيا فقد غادر المكان على متن دراجته النارية. وعلى متن الدراجة حاول كسر هاتفه النقال، لكن أفراد الاستخبارات العسكرية كانوا أسرع منه فقد تمكنوا من انتزاع الهاتف قبل كسره. كان خوفه على هاتفه أكبر من خوفه على نفسه، وكان من الواضح وجود ملفات خطيرة في هاتف المشتبه به. فما الذي أخافه وما الذي يخفيه في هاتفه؟ والإجابة ستكون في مكتب التحقيقات التابعة لاستخبارات الجيش الوطني. عندما وصل عند المختصين لدينا خرج خبايا التلفون والكنوز الثمينة الموجودة في تلفونه وأوصلتنا لكل الأشياء المطلوبة. باسم علي عبد السعيد الصامت من مواليد مدينة ذمار، لكن أسرته من قرية الخسف بمديرية صبر محافظة تعز. من المعروف بأن كل الجواسيس تحاول ألا تترك وراء تحركاتها أي أثر، لكن باسم كان يوثق كل شيء منذ مرحلة تجنيده لصالح الحوثيين حتى لحظة القبض عليه. في هذا الفيلم نستعرض عملية تجنيد الجاسوس الحوثي باسم الصامت استنادا إلى الوثائق الهامة التي عثر عليها في هاتفه، إضافة إلى اعترافاته وسرده تفاصيل الخيانة. أجا لي زيد المؤيد كان يجي يدير إيقاف يخزرني داخل البيت ويشل مني معلوماتها كيف كان هذا. أكلمه قال ما رأيك تقع الشغل محافظة مارب، يعني تجنب مع الحوثيين تقع الشغل محافظة مارب. فطلع على أساس قال يعني بمعلومات هذا ما لك دخل تسرزق الله، ما لك دخل بحرب ولا بأي حاجة. قلت لا تمام يعني برجع. زيد المؤيد قيادي حوثي من محافظة ذمار يعمل ركن الاتصالات لكتيبة التدخل السريع الحوثية، وهو من جند الجاسوس باسم الصامت وأقنعه للعمل لصالح الحوثيين. وقد تعمقت العلاقة بينهما أثناء مرحلة التدريب. في فبراير من العام 2019 حل باسم الصامت ضيفا في حفل زفاف زيد الضابط المسؤول على تجنيده،
ومن الغريب أن باسم كان يصور كل صغيرة وكبيرة بما فيها زيارته الودية إلى منزل زيد المؤيد. من مدينة ذمار سافر باسم وزيد المؤيد وشقيقه علي المؤيد إلى مدينة صنعاء للقاء بقيادات حوثية عليا تدير الخلايا الحوثية المتواجدة في محافظة مأرب، والتقوا بأحد القيادات الأمنية الحوثية يدعى قصي. وصل قصي هذا بجابرني، قال شوف أي واحد أنا أتعامل معه أغطي على رؤوسهم وأتجابر معه، بس أنت نجيت عن طريق أبو أسامة، يعني إحنا أخوة كلنا ما بشيء، مش عملك يكون توثيق، أي حاجة توثقها توثيق عن طريق أي من. في اعترافات الجاسوس باسم عن مرحلة التجريد لفت انتباهنا شهادات خطيرة تتعلق بحياة المدنيين في مدينة صنعاء، فقد أكد أن كتيبة التدخل السريع التابعة للحوثيين والتي يعمل زيد المؤيد ركنا لاتصالاتها تتمركز بأسلحتها وذخائرها في منزل وسط حي مكتظ بالسكان، ويؤكد أنه رأى مسؤول التسليح المدعو أبو زينب يوزع الأسلحة داخل المنزل لعناصر جديدة جندت في الكتيبة. دخلنا بيت مدعو صاحب البيت أبو زينب، البيت موجودة داخل حي الجراف جنب الحمام، جنب الحمام حي الجراف. دخلنا هذا البيت، دخلت موجود أفراد بيتوافد أفراد لدخل هذا البيت من الرحب ومن عمران من المناطق المجاورة لصنعاء بيتواجدوا لهذا البيت، يعني حق التدخلات السريعة. البيت كبيرة، مجلس كبير، هذا أبو زينب اتضح لي من المعرفة أنه ماسك المالية، ماسك ركن البشرية والتسليح. كانوا الأفراد الذين بيجوا بيخرج لهم مسلحتهم، بيخرج لهم مسلحتهم من داخل البيت، بدي لهم مسلحتهم، بدي لهم المصرف المالي الذي يتحركوا به على الطريق. بعد أيام قضاها برفقة زيد المؤيد أصبح الجاسوس باسم جاهزا للخيانة، يتوجه بعدها إلى مدينة مأرب مشحونا بالحقد والكراهية، متربصا بالجيش الوطني الذي كان أحد ضباطه. في مدينة مأرب حط رحال سفره في منزل خاله والذي أخبره بأنه سيعمل لصالح الحوثيين. أول أعمال بديت أقوم بها لصالح المقاومين الحوثيين داخل محافظة مأرب، بيوم العيد اتصل بي أبو فارس بيقول لي تدبر لك 200,000 300,000 400,000 بهذا المبلغ يتحرك به إلى الوديعة. قال هو متواجد الآن في فندق أصل العرب، أصل العروبة بالشقة رقم 6 والجناح رقم 6، يدخل يتأكد أنه هو موجود بس بقدر تصفي. قلت ما بقدرش. وجد الشخص المطلوب قد غادر كلف من الجهاز الأمني العدو، بان ينتظر حتى تصل أسرة الشخص هذا المطلوب، لكن لحسن الحظ لم تصل فاضطر إلى العودة إلى مأرب. العائلة حقهم إذن علي وعتبتهم بالطريق، خليك عندك. قال الصباح برد لك خبر إنك ترجع، وهذا تجلس للصباح. على الرغم من فشل باسم في تنفيذ المهمة القذرة، إلا أن حماسته للجريمة جعلت الحوثيين يستدعونه إلى العاصمة صنعاء ليخضع للتدريبات اللازمة. عندما عاد سافر إلى صنعاء تم تجنيده وخضع إلى دورات في الأمن القومي التابع للميليشيات الحوثية، ومن ضمن أعماله أو المهام التي أسند إليه تكوين جهاز أمن قومي في محافظة مأرب.
وصل الجاسوس باسم إلى العاصمة صنعاء والتقى بزيد المؤيد وشخص آخر يدعى صقر الحضرمي، ومن نافذة الفندق الذي أقاموا فيه التقط هذه الصور. أول ما طلعت من صنعاء تحركت من هنا، تواصل بزيد المؤيد على أساس على طريق علي المؤيد، رسلوا لي 50,000 تم مواصلاتي لداخل صنعاء. وصلت لداخل صنعاء تلاقيت بزيد المؤيد وواحد اسمه صقر الحضرمي، وطلعنا فندق ريحنا وهذا على أساس بنتلاقي ثاني يوم إحنا أبو فارس. بعد ترتيبات أجراها زيد المؤيد، كان الجاسوس باسم في موعد مع لقاء يجمعه بالقيادي الحوثي عبد الحكيم الخيواني رئيس ما يسمى جهاز الأمن التابع للجماعة الحوثية. وقد صور الجاسوس باسم هذا الفيديو وهو في طريقه إلى أحد منازل مدينة صنعاء القديمة للقاء بعبد الحكيم الخيواني. فكرنا ثاني يوم وصلنا لعند السائلة، كانت لقينا عند السائلة طلعنا بيت على طير مانة، بيت قديمة صنعاء القديمة، نطلع على صنعاء، قالوا احنا اخترنا لك هذا المكان ونشتريه من جو مارب من جو مدري ايش. طلعنا وصلت طلعنا لعند الطير مانة، وصلت بالزوة عبد الحكيم الخيواني رئيس الأمن القومي، طرحوا لي متكا جنبه قالوا جلس انت هنا. جلس مقابل لي أبو فارس وعباس زيد المؤيد وعلي المؤيد، وجو اثنين بعدهم مقنعين قالوا جلسوا جنبي. بدينا قال لي قالوا عيد الكلام الذي جابرته أمس عيد المسؤول عبد الحكيم الخيواني، شل من المعلومات كاملة، شل من المعلومات كاملة، قال خلاص أنا ببقيك أنت والقوات الصاروخية، هذا حق القوات الصاروخية بيشلوا منك معلومات عن المواقع. وخرج له واحد منهم بيعرض لي أدوا لي أيباد داخل برنامج حديث ما رضي يرسلوا لي، قلت لهم أدوا لي هذا البرنامج ما رضي يرسلوا لي برنامج حديث بكل موقع بكل تفاصيل، برنامج حديث ما قد حصلت به موقع، طلبت منهم ما رضي يدوه، يعني كتابات إيرانية ومدري إيش داخله. ومن خلال اعترافات الجاسوس باسم فإن الخبراء الإيرانيين يديرون القوة الصاروخية التابعة للحوثيين. ثخان أشكال بيض جثث. قال لي ذولك، قال لي زيد، قال لي ذولك واحد اثنين إيراني واحد اثنين عراقيين واحد إيراني. وفي ذلك اللقاء تلقى باسم من الخبراء الإيرانيين تعليمات مفصلة بآلية العمل معهم. يكون اسمه أشر الإحداثيات. أشل هذا الإحداثية وأعملها عبر البرنامج، برنامج تحديد المواقع، أعمل لها إنشاء معلم، وبعد أعمل إنشاء المعالم كاملة وأرسلهن لعندهم عند الحوض. بعد ارتباطه بالخبراء الإيرانيين أصبح باسم أخطر جاسوس يعمل لصالح الجماعة الحوثية، حتى كادت الإحداثيات التي سيسربها لاحقا أن تقضي على وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني. أدوا لي تلفون قالوا إحنا قد برد لك تلفون، إحنا بالبيت قالوا برد لك تلفون على أساس ما تكونش تستخدم تلفونك هذا، كنت تستخدم التلفون هذا حقنا وبرد لك شريحة، كنت تواصلنا بهذه الشريحة بس لا توصل بأي مخلوق ثاني. عاد الجاسوس باسم إلى مدينة مأرب مزودا بالغدر والخطر، وقد تكفلت الجماعة الحوثية لجاسوسها بإيجار منزل فخم مطل على مدينة مأرب، وأغدقت عليه بالمكافآت المالية، ومنحته صلاحية تجديد واستقطاب جواسيس آخرين. قالوا بنعتمد لك إيجار بيت مع الأعمال، رسلوا قيمة متر بيت معجوق، قالوا خاص بار بيعتمد لي قيمة السيارة، رسل قيمة السيارة واعتمد بيت مصاريف للبيت وكل النواحي بيشمله بكل النواحي. قالوا بزيد جند لك لو حصلت أفراد جندهم بأعمال وبكون أدي لهم راتب شهري.
لم يكن الجاسوس باسم وحيدا، فللخلية بقية. العميد الركن خالد الأمير مدير دائرة المستودعات بهيئة الإسناد اللوجستي، وهو خال باسم الصادق، وبحكم منصبه فقد عين باسم ضابط أمن الدائرة وسهل تحركاته في قيادة وزارة الدفاع. ورغم كبر سن خاله ومعاناته من الأمراض المزمنة، إلا أنها لم تمنعه من الخيانة، فوافق على الأمر بل وشجع باسم على ذلك، وعقدت بينهما صفقة على تقاسم أرباح الخيانة. وعندما عاد باسم من صنعاء قال عندي وكلمني على أساس أن اتفقوا هو القيادة الحوثية في الأمن القومي على أساس أنه وافيهم بمخططات ومراكز استهداف قيادة القوات المسلحة سواء وزارة الدفاع أو العمليات المشتركة أو مخازن التسليح. وكان باسم يأخذ مني المعلومات مثلاً عن طريق أعلمه بعض مثلاً معسكر الويك عن معسكر التدريب في الموقع بالضبط، ونصحح له بعض المفاهيم اللي هو مش فاهم لها. قد حاولت الميليشيات تحقيق أهم أهدافها عن طريقهما، فقد تابع معا تحركات أهم القيادات العسكرية ممثلة بوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان. وما كانت المحاولات الحوثية البائسة لاستهدافهما إلا تأكيدا على أن الحوثيين يرون في القيادة العسكرية وفي الجيش الوطني خطرا يهدد بقاء مشروعهم الكهنوتي. في نهاية أكتوبر من العام 2019 رفع الجاسوس باسم بتسهيلات من خاله العميد خالد إحداثية لاجتماع ضم وزير الدفاع وعددا من القيادات العسكرية. أسفر القصف عن استشهاد أحد مرافقي وزير الدفاع. ما ركزت على حاجة ولا ما ركزت على حاجة، وأنا على خرجتي قلت لها حصلت سيارة صورين داخل، قلت أرجع أرجع الآن، أرجع لدخل الصحن، رجعت لدخل الصحن، قال لي بيدخلون الآن المقدشي، بيدخلون المقدشي بشوف وين بيطرحوا وين بيجسوا وين بيكون هذا. دخلنا تقوم هذا، قلت لها دخلنا أقوم باتجاه وزارة الدفاع. قال لي خلاص ما خليك مكانك، خليك قريب بعيد، خليك بالمكان بين تغطية، وأنا جالس جنب المالية. جلست أتصل بي، قال لي اتصلت بها، قلت لها بعد ساعه خرج لي من هنا، قال لي لا خليك مكانك. جلست فيها واتصل بها وقلت صورت وقت التوثيق، قلت لها وصل صورتها اول ما نزل وانطرح. بعد اقل من اسبوعين رفع الجاسوس باحداثيه لاجتماع عسكري اخر ضم رئيس هيئه الاركان العامه للجيش الوطني، واسفر القصف عن استشهاد مجموعه من الضباط. تحرك عزيز بن صغير الآن متواجد داخل، مجتمعين داخل، هو قيادة التحالف ومدريمن، شفت المخرج صوالين داخل عمية المشتركة، يلي الآن بيجهزوا بيستهدفوا الآن. وضرب الصاروخ الأول، قال لي بنستهدف الآن بصاروخ ثاني، قلت لهم قد خرج. وقد حصل الجاسوس باسم على مكافأة مالية قدرها 3 ملايين ريال تسلمها من تاجر يعمل لصالح الجماعة الحوثية. 3 مليون هذه بعد استهداف العمية المشتركة، قال لي رسل لي 100,000 دعم من أبو فارس. رجعت تصلي أبو فارس ودى لي حقه من جهاز الأمن القومي. يا برني قال لي أنت بحاجة كم؟ قلت أنا عذر بحاجة 3 مليون. ثم رسالها قال لي بحولك عبر تاجر، عبر تاجر ما يصلح رسلها باسمك. خارطة الاستهدافات هو طبعا كان بالاستهداف للصف القيادي الأول في الجيش اليمني، ثم بعض الفعاليات العسكرية والمناسبات الوطنية، وحصل فيها أضرار. استمر الجاسوس باسم بتسهيل من خاله في تسريب كل ما وصل إليهما من معلومات، وفي تنفيذ كل ما يطلبه الحوثيون منهما،
وتظهر الصور رصد الجاسوس باسم لتحركات الآليات العسكرية ورفعه لكل إحداثيات استطاع الوصول إليها. هذه الصورة صورتها وأنا خارج من سوق القات، هذا بالمنطقة الثالثة، هذا الجامع تم استهدافه وأنا فندق بلقيس، وهنا اسمه سكن الجرحى. ثمة مهمة أخرى أوكلت إلى الخلية، وتتمثل برفع إحداثيات لمنصات احتفالات تخرج الدفع العسكرية المتخصصة، إلا أن الوحدات العسكرية تتعامل بسرية تامة فيما يتعلق بمكان الاحتفالات وزمانها. يتأكد لنا بيكون الاحتفال. بكرت الصبح شلت متر خرجت لهناك وأنا إجازة، اتصل بي قال لي هم خلف الصحن، الآن بيحتفلوا خلف الصحن، يتحرك لهناك شوف لنا وينهم بيبقى بالضبط. مشيت لهناك عاد أنا جنب سوق السلاح وبسرد إن تراجعات محمد أفراد، قلت له أنا بسرد إن تراجعات محمد أفراد، قال لي ماشي عاد الاحتفال الواجد، صورتهن له ورسلتهن، قال لي خلاص ارجع تكمل الاحتفال. نجح الجيش في إفشال محاولات الخلية لمعرفة زمان ومكان الاحتفالات. طبعا الأجهزة الأمنية بشكل عام سواء ما تبع وزارة الداخلية أو القوات المسلحة فضل الله وصلت إلى نتائج طيبة في كشف خلايا نائمة كثيرة، في خلايا تفجيرات، خلايا إقلاق أمن قبل أن توصل إلى أهدافها. التربية والله والناس يمشوا، والله والناس يمشوا، والله والناس يمشوا، دمكة والناس يمشوا. بعد الفشل لجأت الجماعة الحوثية إلى استهداف منازل الأبرياء لبث الرعب في صفوف المدنيين. في اليوم 23 من يناير للعام 2020 التقط الجاسوس باسم هذه الصور لمنزل البرلماني السوادي قبل ساعات من استهدافه، وبحسب أقواله بأنه أكد لأبي فارس بأنه لا يتواجد في الحي سوى الأطفال، إلا أن الجماعة الحوثية أصرت على قصف الطفولة. سعليكم سيارات يا مصطفى. واتصل بي أبو فارس قال لي تحرك ببيت على مفرق الصحن، بيت جماعات عسكرية ذحين لقيت تصلح مجتمعين الآن هناك، اتحرك صور لنا إياها، المطلوب منك تصوره. فركبت متر جزعتها من جنب هذا صورت، قلت لها ما بشيء تجمعات، قال لي صورت قلت لها صورت في نصال طلب الصور، قلت لها به أطفال به هذا ما بشيء قيادة العسكرية ولا بأي حاجة، قال لي خلاص غادر المكان رجع البيت. رجعت البيت وصلت للبيت جلست بحدود 20 دقيقة أو نص ساعة واسمع صوت انفجار، اتصل به هل كيف تستهدف بأطفال ومدري إيش، بجابر حق رئيس الأمن القومي جنبه، قلت له هذه راحوا ضحية، راحوا أطفال ومره بالاستهداف هذا، قال برد لك ما عليك من المجابر. لم تكن تلك أول جريمة دامية ارتكبتها الميليشيات الحوثية عمدا بحق الأطفال والنساء، فطالما قصفت البراءة بصواريخ الحقد الحوثية حتى باتت واحدة من معادلة الحرب. كلما صفعت الميليشيات في جبهات القتال أخذت ثأرها من الأطفال والنساء والمدنيين. وللخلية بقية، لكنها الحرب. حتى دفن خلية الكهف وسدنة الكهنوت وتحرير كامل التراب اليمني واستعادة الدولة والجمهورية.